أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاء سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين الله أكبر وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل صدق الله العظيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله
Thank you.
صدق الله العظيم. حلو كده خلاص حلو استنفينا كده. الله يبارك فيك. إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله يقص الحق يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين. صدق الله العظيم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
تعملون. صدق الله العظيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى
الثاني. وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا صدق الله العظيم.